بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن السعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم عينة جديدة في أحد دراساتي التي درستها في السابق مختبري. طبعا هذه أحد العينات اللي درستها في السابق، أخذت هذه العينة من أحد البحيرات الموجودة في أحد البرك المائية الموجودة في الأحساء. طبعا كانت عينة مميزة جدا، كانت فيها يعني خصوبة بالعينات والميكروبات والبكتيريا والطفيليات، وأنصح الباحثين في الأحياء الدقيقة في دراسة أنواع الأنسجة الموجودة في هذه البرك، لأن راح تجد أنواع الميكروبات والطفيليات والديدان المجهرية، و يعني أنواع يعني الأحياء الدقيقة المتوسطة والكبيرة يعني الصغيرة جدا، وأيضا ممكن تجد أنواع من الفيروسات. وأنا أنصحكم يعني دراسة موضوع بحثي بخصوص هذا الموضوع، لأنه مفيد جدا في تطور علم الأمراض وعلم الطب، يعني لأن أغلب الأمراض تسببها طفيليات ميكروبية. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله أنكم استفدتم من هذا البحث، لأن أتمنى يعني اللي حاب يعني يسوي بحث علمي في هذا المجال يشاركني بخصوص هذا الموضوع، يعني يقدر يتواصل معي أو نتواصل معه إن شاء الله.